مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، بناه النبي صلى الله عليه وسلم عند مهاجره من مكة إلى المدينة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. وجاء في لفظ آخر: صلاة في مسجد قباء تعدل عمره. قال الله سبحانه وتعالى في وصف مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقد ذكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: لئن أصلي في مسجد قباء ركعتين خير لي من أن آتي بيت المقدس مرتين.